قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الرسول بيقول لهم أنا مش رسول للعرب بس، أنا رسول الله للناس جميعا صلى الله عليه وسلم، عشان ما حدش يقولك لا ده بتاع جزيرة العرب ملناش دعوة، إنما هو رسول الله للناس كلهم بل للإنس والجن. عشان كده ينفع في هذا الزمان يتواجد يهودي؟ ما ينفعش، لازم يعمل إيه؟ يخش الإسلام. تقول لي لا يا عم أنا هتبع سيدنا موسى. رسالة الإسلام رسالة شاملة عامة، ورسول الله جاء للناس جميعا. يعني جاء للناس لجميعا، يعني كل الناس لازم تتبعه ولازم تؤمن به وبالدين الذي جاء به. فلا يصح أن يبقى يهودي أو نصراني أو هندوسي أو بوذي، كل دول لازم يأمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ما أمنوش كفروا، ولا يقبل الله منهم شيئا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن. بس أم ليه ربنا شرع الجهاد؟ لأن لا يقبل الله دينا غير الإسلام. إيه معنى أنه يتواجد مظاهر كفر وشرك في المجتمع؟ أي مجتمع ما ينفعش يبقى فيه تمثال ولا فيه صليب ولا كل المظاهر دي. غرض الجهاد أن تطمس هذه المعالم الشركية، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. فتنة يعني يعني شرك، ما يكونش شرك على الأرض يا مسلمين. يبقى مهمة المسلمين، رسالة المسلمين مش يأكلوا ويشربوا ياخدوا مرتبات كويسة، رسالة المسلمين نشر الإسلام في الأرض. عشان كده الرسول قال لنا صلى عليه عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع الربا، واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. حديث صحيح، شوف توصيف للواقع بتاعنا. رضينا بالزرع والأكل والشرب إلا ما رحم الله يعني، وما قضية الإسلام مش قضية شغلة كتير مننا. قضية إن البطاطس بعشر جنيه ولا بخمسة جنيه أهم عند كتير من الناس، إن الناس ملتزمين بدينهم ولا لا. تلاقي كل مدار حديثه حول الغلاء، المعيشة، الكهرباء، الدنيا، لكن قليل في كلامه الإسلام والدين والالتزام. لا، عايزين نشغل بأعمالنا التي نحاسب عليها. كنا لحمة ما كناش، كنا كتير كنا قليل، هنعيش بفضل الله. إنما المشكلة لو عملنا سيئة هنتحاسب عليها، مش هنتحاسب على الأمور اللي مش في إيدينا، خلي بالك. فننشغل بما خلقنا له، ولا سيما أن الله قسم الأرزاق، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، المعيشة مقسمة. فربنا اختار أقوام يبقوا أغنياء، أقوام يبقوا فقراء، المهم كلهم يعبدوا ربنا عز وجل. ده يعبد الله بالشكر وده يعبد الله بالصبر، لأن كما أن الابتلاء بالشر بلاء، كذلك أن الابتلاء بالخير بلاء. لأن في ناس ممكن تكفر ويقول إنما أوتيتوا العلم من عندي. فالذي يشغلك الإسلام الدين، يبقى هدف الجهاد نشر الإسلام، لأن هو الدين الذي لا يقبل الله سواه في الآخر، لأن الرسول رسول للناس جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. للعالمين، يبقى محدش يقول لا ده على دين ولكم دينكم ولا دين. ما تحطش الآيات في غير موضعها، يعني رسول الله الوحيد اللي رسالته للدنيا للعالم كله. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم: وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، قوم معينين مكان معين، وبعث إلى الناس كافة.
وفي اوضح ما يقول عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم ومسند احمد: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي احد من هذه الامه نصراني او يهودي ثم مات ولم يؤمن بي الا ادخله الله النار. عشان كده قالوا رساله الاسلام ناسخه، تنسخ العمل بكل الاحكام السابقه في الكتب السابقه. سيدنا موسى نفسه لو موجود لاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه الا ان يتبعنا. فنقول له: يا ابني ده نبيك يجب عليه اذا وجد في هذا الزمان ان يتبع رسول الله، فكيف انت لا تتبعه صلى الله عليه وسلم؟ وبيقول بقى: انا رسول من مين؟ من ملك السماوات والارض. ان رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض، من الاله الحق، عشان تخشوا عقابه وترجوا ثوابه. لا إله إلا هو، لأن هو ملك السماوات والأرض. فيترتب على ذلك أن تصرفوا العبادة له وحده، لأن ما فيش غيره، هو ملك السماوات والأرض أو خالق السماوات والأرض أو رب الأرباب وملك الكون سبحانه وتعالى. يبقى ما دام هو ملك السماوات والأرض إذا لا يعبد غيره، لا يعبد غيره، لا إله إلا هو، يحيي ويميت سبحانه وتعالى. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، وكلمنا عن الأمي في الآية السابقة، الذي يؤمن بالله وكلماته. يعني يؤمن بالله وكلماته، كلماته دي المقصود بها إيه؟ كل الكتب المنزلة من عند الله فهي من كلام الله عز وجل، ده المقصود بكلمة وكلماتي، الكتب المنزلة لأنها من كلام الله عز وجل، واللي منها القرآن طبعا. واتبعوه لعلكم تهتدون، يعني واتبعوا رسول الله فإن في اتباعه الهدى والرشاد. وكلمة لعلكم في القرآن تفيد الوقوع، مش يعني لو اتبعتوه ممكن تهتدوا ممكن لا، لا مش معناها كده، دي في كلام الناس كده لعله، لكن في كلام الله تفيد التحقيق. إذا اتبعتموه ستهتدون إن شاء الله عز وجل.